نرتقي بالود نرقى بالعمل نسعى للإخاء نحيا بالأمل نكتب الدنيا بنهج آية وتواصل إنه الحق نزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ينبري من أوساط الناس يندفعون إلى الخير، سباقين إلى المكارم، باذلين كل ما بحولهم ووسعهم، إلا نفر اشتدت عزائمهم وقويت إرادتهم وتسامية تطلعاتهم عن الحظوظ الشخصية والمنافع الذاتية، لا يسيحون في هذه الأرض يجوبون آفاقها ولا يندمجون في المجتمع يتحسسون احتياجاته، باذلين في سبيل ذلك كل ما بوسعهم لأجل إضفاء مزيد من الخير، تعاوناً وبراً يتمثل في عطاء مادي كما يكون ذلك في الإحسان ومد المحتاجين بالأموال في سبيل الإنفاق مما شرعه الله سبحانه وتعالى، كما أن تلك الأعمال تتجسد أيضاً في الرعاية التي ينبغي أن تولى بصفة خاصة لفئات في المجتمع هم ذو احتياجات خاصة، كالذين ابتلوا بأمراض جعلتهم معوقة حركتهم عن مباشرة أسباب عيشهم، لذلك يولون من قبل أولئك النفر المخلصين العناية اللازمة التي لا يراد من ورائها إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. لذلك كان هذا هو ما يعرف بالتطوع ثقافة سائدة للنفوس الوضيئة والتي تمتلئ إيمانا بالله وتتفجر خيرا ومحبة في الآخرين دون أن تلوي على شيء من الحظوظ الذاتية والمنافع الضيقة لأنفسهم. وإذا ما شاع هذا التطوع فإنما هو ينبغي أن يكون معطراً في الإطار الذي ارتضاه المجتمع قانوناً ونظاماً مسايراً للعادات والتقاليد محافظاً على العقيدة ومحققاً للقيم والأهداف العليا. ما أكرم هذا التطوع وما أجل أهميته للفرد وللمجتمع. بين أفراد البشر هناك أناس يمتازون عن غيرهم عطاء ويتفوقون عمن سواهم تصورا وفعلا، ولذلك ينبرون من بين أوساط المجتمعات يحملون على أكتافهم رسالات سامية يهدفون بها تحقيق مصالح عامة، متسامين فوق إراداتهم الشخصية، نافضين عن كواهلهم غبار الضعضعة أو الضعف أو الخمول. كذلك فإنهم لا يفتؤون، يبادرون بالأعمال الصالحات، يقدمونها للمجتمع غير لاوين على حظ شخصي ولا على منفعة ذاتية، وإنما تسوقهم لذلك عزائم من الرشد راسخة في نفوسهم وتصورات من الصلاح مستحكمة في عقولهم ومرام سامية تجذب نفوسهم وطاقاتهم ليندفعوا إليها اندفاعا رشيدا يثمر في المجتمع
تعاونا على الخير وإشاعة للبر من حيث العناية بمصالح كثيرة، تعاونا وثيقا مع الجهات التي تقوم بذلك من غير أن يكون من وراء ذلك ما يطالبون به لأنفسهم من منافع، سواء تجسدت في جوانب مادية أم أن يكون من وراء تلك الجهود التي يبذلونها والمساعي التي يقومون بها والرسالات التي ينهضون بها مصالح أخرى مخبوءة تتجسد في أنهم يسعون من وراء ذلك لا لشيء إلا لكسب الشهرة ولنيل الحظوة عند الآخرين تعزيزاً لمكاناتهم الاجتماعية أو وصولاً من خلال تلك الأعمال الخيرة إلى منافع معنوية يتطلعونهم إليها ولا يتلبسون بتلك الأعمال التي هي جليل محتواها عظيم مبناها سامية أهدافها إلا من أجل مصالح الحقيقة، عندما تكدر صفو تلك الأعمال العظيمة إنما هي بحد ذاتها دنيئة، لأنها ستجعل من تلك الأعمال قليلا عطاؤها غير مفيد مباشرتها في واقع حياة الناس. لذلك كله كان التطوع إنما هو فعل للطاعة، والطاعة في فكر المسلم تنطوي على ما جاء به الخطاب الرباني منتظما الأحكام التكليفية من الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، ولكن التطوع هنا ربما يكون من المقصود به والمروم منه تلك الأمور التي لم يأتي بها أمر يوجب على الإنسان القيام به أو يفرضه، وإنما هي من الأمور المستحبة بل مما تدعو إليه المصلحة العامة، فهي من باب المصالح المرسلة والمقاصد التي جاء التشريع لتحقيقها. ولذلك فإن انتشار ثقافة التطوع إنما يعني بحد ذاته أن وعيا صحيحا بقيم الإسلام قد امتد نطاقه ليشمل أغلب الناس، ومن هنا كان جديرا لأولئك الذين ينهضون بهذه الأعباء الجليلة أن يحظوا بما ينبغي أن ينالوه من التقدير احتراما لجهودهم ودعما لما يقومون به من أعمال جليلة. ومن صنوف التطوع ما يكون في الحقيقة واضحة معالمه بينة مراميه، ومنه ما يكون أيضا من ما يتستر بالتطوع من خلاله مما هو غير حميد في ممارسته، كأن يخبئ أمورا غير واضحة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، من حيث إن من ورائها أهدافا لا يرتضيها المجتمع ولا تنسجم مع سياسته ولا تتفق مع أهدافه والنسق الاجتماعي الذي ارتضاه والالتزام القانوني والتنظيمي الذي يأخذ به. لذلك فإن التطوع إنما يكون في مجالات الخير المحض، ولا بد إذا ما أريد لهذا التطوع أن يكون مجالا ناجحا أن يلتزم بما هو موضوع لضبط حركة المجتمع من نظم وقوانين حتى يكون الأمر سائرا في مسيرته الصحيحة التي تؤتي ثمارها يانعة بحيث يستفيد منها المجتمع وتتضافر مع تلك الأعمال والجهود كل الجهود التي تصب في تحقيق تلك المصلحة المرومة، سواء كانت من جهات حكومية أو أهلية أو غير ذلك. لكن التطوع كثقافة لا بد له من أن تؤازره حملة توعوية كاملة تحاول أن تلم بأطراف الموضوع وأن تسبر أغواره وأن تستجلي مراميه لتكون رافدا يجعل الناس يقبلون على التطوع بثقة وطمأنينة. ومن صنوف التطوع تلك الأموال التي تبذل في سبيل تعليم الناشئة العلم النافع، كما هو حادث في المراكز الصيفية مثلا لتحفيظ القرآن الكريم
في إطار منظم متقن تشرف عليه الجهات الرسمية دون خروج على القانون أو على غير ذلك، وإنما يكون من ورائه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بحيث يعلم هؤلاء الناشئة ذكوراً وإناثاً كتاب الله خير تعليم، إجادة لقراءته ونشراً يعني حسن تجويده بين المتلقين، لأن فن التجويد من الفنون الدقيقة التي تعين على حسن تلاوة القرآن الكريم التي تعبد بها هذا العبد المؤمن. وكذلك ما يساند ذلك من علم شرعي، بحيث يتفقه الناشئة في ما يتصل بأحكام عباداتهم ليؤدوها على أحسن وجه وأكمله، وأن يراعوا الحقوق التي عليهم تجاه المجتمع، وأن يعلموا الواجبات التي عليهم أن يؤدوها، وما على الآخرين من واجبات تجاههم من صلة للأرحام وتقوية للأواصر وإشاعة للخطاب الذي يؤلف بين القلوب ويؤدي إلى تآخي الأرواح وتقارب المشاعر وتلاحم النفوس، ليكون المجتمع مجتمعا يزداد صفه تراصا وبناؤه تماسكا وعطاؤه قوة، في بنأ عن قد ما قد يلوث مثل هذه السياقات العظيمة الجليلة من مكدرات شاء الله سبحانه وتعالى بفضل منه ومنه أن ينأى عنها هذا المجتمع العماني، وأن يتسامى فوق ذلك، لأنه إنما يريد أهله قائدا ومجتمعا ما يريد إلا الخير، وما يريد هذا المجتمع إلا مصلحة الإنسان في حاضره ومستقبله معاشا ومآلا. هذا جانب من جوانب التطوع، وإلا فالتطوع له جوانب أخرى كثيرة، كالعناية بالذين أصابهم الله بشيء من العاهات فعاقهم ذلك عن التصرف في الحياة، وذلك بأن تفتح مجالات التعليم لهم مثلا، وأن توفر لهم الوسائل المعينة على أن يندمج المجتمع معهم، وليس فقط أن يندمجهم في المجتمع، فهم في الحقيقة من نسيج المجتمع ومكوناته، وليس التعبير بأن يسعى إلى دمجهم في المجتمع، لكن على المجتمع هو أن يتنازل عن كبريائه، وأن يتطامن عن ترفعه إزاء هؤلاء الذين ابتلاهم الله بشيء من العاهات من المعوقين، سواء أكان ما أصيب به في أبصارهم أم في أجسادهم المختلفة، كفقد بعض الأعضاء أو الشلل أو غير ذلك. وأن يعلم الصحيح أن ذلك ابتلاء من الله ابتلاهم به، عليه هو أن يعتبر بنفسه فيحمد الله قائلا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وقائلا: اللهم اجعل لي عبرة ولا تجعلني عبرة. وأن تتدفق نفسه رحمة بأولئك الضعفاء، يعتني بهم دون أن يشعرهم من خلال شفقته عليهم بأنهم من الضعف، بحيث إنهم بحاجة إلى مساندة الآخرين، لأن ذلك أمر له آثاره السيئة على مشاعرهم، من حيث إنه يجرحها ويسيء إليها. وهكذا يمتد عطاء التطوع إلى كل شأن من الشؤون، ولا سيما وقت الحاجات الضرورية، كأن تكون هناك أنواع مناخية غير عادية ينبغي للناس أن تتضافر جهودهم، كما ضرب ذلك المجتمع العماني في الأنواع المناخية الاستثنائية. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتني بالأيتام، وقد عاتبه ربه على ذلك الأعمى عندما قال له: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. هكذا كان يقول له عندما يلقاه: أهلا بالذي عاتبني فيه ربي. فما أعظم هذه التربية الربانية لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وما أجدر بالإنسانية أن تقتدي بهذا رعاية للضعفاء، فيزداد شعورهم بواجب التطوع بدءا من الشعور، ثم امتدادا ببذل المال والإنفاق في سبيل الخير، ثم بذلا لكل ما يستطيعه الإنسان من طاقات
فمن كان معه فضل مال فليعد به على من لا مال له، وكذلك من معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن لا معه فضل زاد فليعد له على من لا زاد له، وهكذا من كان معه فضل جاه. تتسع المجالات باتساع الحياة ومدى الحاجة إليها. ما أعظمك أيها المجتمع المتكافل المتعاون على البر والتقوى. أيها الإخوة، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرقى بالعمل نسعى للقاء نحيا بالأمل نكتب الدنيا بنهج آية وتواصل إنه الحق نزل. هكذا الدين أتانا ناصحا يرتقي بالناس عن درب الزلل، علم الحيران ما لم يعلما، هكذا بالنصح يامر بالعمل وتواصل إنه الحق نزل، وتواصل إنه الحق نزل.